السلام عليكم، انا محمد يحيى من تيم الياس. ان شاء الله النهارده هنشرح الهاير اوردر او دي اي نون هوموجينيوس اندر ذا مايند كوفيشنت. هي بس المساله كلها اختلاف بسيط عن الجزء اللي احنا شرحناه المره اللي فاتت، اللي هو الهوموجينيوس اندر مايند كوفيشنت. احنا كنا قلنا المره اللي فاتت ان الجنرال سولوشن يساوي واي سي بلس واي بي، وكنا بنقول المرة اللي فاتت ان الواي بي بيساوي زيرو، ده لان الطرف التاني في المعادلة كان بيساوي زيرو. لكن انا عندي هنا الطرف التاني معرف ما بيساويش زيرو، انا عندي الواي بي هنا ليها قيمة والواي سي هنا ليها قيمة. احنا ابتدينا نحل مسألة بسيطة شوية، هو مديني هنا قيمة الواي بي، فانا كل اللي هعمله ان انا اطلع قيمة الواي سي بالطريقة اللي اتكلمنا عنها المرة اللي فاتت. تبقى ال auxiliary equation تساوي m square plus 4m plus 3 تساوي 0. ده معناه ان ال M1 بيساوي سالب 1 وال M2 بيساوي سالب 3. انا عندي نقدر اقول ان ال YC او يمكن في الحالة بتاعتنا هنا نقول ال UC يساوي C1 e باور minus X بلس C2 e باور ماينس 3 إكس. هنا ال YG اللي هي الجنرال سولوشن بتاعنا يساوي ال YC بلس ال YB على C1 e باور ماينس إكس، C2 e باور 3 إكس. زائد عندنا ال YB اللي هو الجزء بتاعنا هنا 2 e 2 باور t. يبقى انا كده انا قدرت ان انا احل المسألة بتاعتنا، جبت ال general solution بتاعنا بالشكل ده. في بس مشكلة صغيرة، ان هنا البارامترز هنا انا شغال على البارامترز دي، فهنا المفروض ان دي تكون كل اكس موجودة هنا يعني يحل محلاتي. ناخد هنا سؤال تاني، عندي سؤال هنا بالشكل ده يو دبل داش زائد 2 يو داش ناقص 3 يو يساوي سالب 30 ساين 3 تي. طيب انا مبدئيا احل الاوكسيلري ايكويشن. خلينا نقول مبدئيا ان الجنرال سولوشن زي ما تعودنا يساوي اليو سي زائد اليو بي. ناخد هنا اليو سي في الاول، m سكوير زائد 2m ماينس 3 يساوي 0. يبقى هنا ام واحد يساوي 1، ام اتنين يساوي سالب 3،
انا اقدر اقول ان اليو سي سي واحد اي باور اكس، خلينا هنا نعدل الغلطة اللي احنا عملناها، اي باور تي زائد سي اتنين اي باور ماينس ثري تي، ده كده في للواي سي. دلوقتي انا عاوز اجيب الواي بي، انا عندي هنا باخد الجزء اللي موجود هنا في المعادلة وابتدي اعمل زي assumption. لما بيبقى عندي هنا trigonometric function انا باخد هنا 3 تي وبغير هنا الساين، بيبقى عندي ساين وكوساين، وبيبقى عندي هنا اكتر من كوفيشنت. فهنا احنا نخليها مثلا ده الكوفيشنت بتاعتنا a زائد b، هنا مثلا نخليها دي ساين، هنا نخليها دي مثلا كوساين، وهنحافظ بقى على التلاتة تي اللي جوه، ده الجزء الوحيد اللي انا بحافظ عليه. زي ما هو موجود هنا في الشكل ده، يو بي بتساوي ايه ساين تلاتة تي زائد بي كوساين تلاتة تي. هنا بقى لان انا شغال هنا سكند اوردر، انا عندي هنا يو داش وعندي يو دبل داش، فضل اعمل differentiation لليو بي اللي انا طلعتها، عندي يو بي يو بي داش 3 a كوساين 3 تي ماينس 3 بي ساين 3 تي، ويو دبل داش ماينس 9 a ساين 3 تي ماينس 9 b كوساين 3 تي، وابتدي اعوض عن اليو بي في المعادلة. يعني مثلا هنا يو دبل داش سالب 9 a ساين 3 تي سالب ماينس 9 بي كوزاين 3 تي، دي هنا اللي هي اليو دبل داش. زائد 2 3 اي كوزاين 3 تي ماينس 3 بي ساين 3 تي، دي هي اليو بي داش ماينس اي ساين ماينس 3 ملتبلاي باي اي ساين 3 تي زائد بي كوزاين 3 تي، اللي هي اليو بي الأصلية اللي احنا مطلعينها. كل ده هساويه بالطرف التاني في المعادلة اللي هو ماينس 13 ساين سي تي. ابتدي احل هنا المعادلة واطلع قيمة الكوفيشنت بتاعت الاي والبي، هلاقي ان هنا الكوفيشنت هيساوي ان ال الاي هتساوي 2 وهنا البي هتساوي 1. بقى هنا قيمة اليو بي اللي انا طلعتها هتساوي 2 ساين 3 تي زائد كوزاين 3 تي. طبعا هنا هو من الوارد ان هو يحط لي هنا كونديشن اقدر اطلع منه قيمه الكونستانت سي 1 وسي 2، يبقى عندي يعني قيمه واضحه للواي سي اللي هو حط لي كونديشن في المساله. تمام، هي كده الجنرال سولوشن بتاعنا يساوي سي 1 اي باور تي بلس سي 2 اي باور 3 تي. بلس 2 ساين 3 تي. بلس كوزاين 3 تي. ده كده الجنرال سولوشن اللي هو طالبه مني، وكده اكون انا قدرت ان انا احل المسألة. دي كانت اخر مسألة معانا، كده احنا خلصنا الـ higher order differential equation. اتمنى ان شاء الله الفيديو يكون عجبكم ويكون مفيد ليكم، ان شاء الله نتقابل
فيديوهات جديدة للـ ES. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.